يقول لك بعد في شيء ثاني، في شيء جديد، انا مو جديد بس انا بصراحه للامانه اول مره اسمع عنه، اللي هو التحكيم كوسيله لحل النزاعات، اسلوب قديم عرف منذ نشاه البشريه، وابرز امثلته اختيار قريش للنبي قبل البعثه لاختيار مكان الحجر الاسود عليه الصلاه والسلام. سلام. واليوم حنتعرف على التحكيم بصورته الحديثة والفرق بينه وبين القضاء وإيش مميزاته وإجراءاته مع المحامي والمحكم مشاري بن عادي. ويسعدي صباحك. أهلاً وسهلاً فيك. يعني بداية لو نبغى نتكلم فعلاً، أنا اليوم وعلي كنا ما إحنا عارفين يعني إيش الفرق بين التحكيم وما بين القضاء. نعم. فلو تدينك إيش الفروقات بينهم وتعرف لنا إيش هو يعني. نعم. التحكيم. طبعاً التحكيم هو القضاء الخاص أو القضاء الأهلي، زي ما عندنا مدرسة حكومية عندنا مدرسة خاصة. فمصدر التحكيم هو إرادة الأطراف بأن يحيلوا أي نزاع ينشأ بينهم. أيوة. إلى التحكيم، سواء كان شخص محكم فرد أو عدة أشخاص أو مركز تحكيمي. مركز تحكيمي. نعم، هي المراكز اللي تصدر بتراخيص من الدولة طبعا. طيب حلو، يعني أنت الحين خلنا على سبيل المثال أنا وغادة لا قدر الله دخلنا في مشكلة. نعم. حلو، ونبي نحلها، مين المحكم اللي نختاره؟ هل هو شخص معين؟ هل هو محامي؟ هل هي جهة رسمية؟ المحكم قد يكون محامي، قد يكون شخص عنده خلفية قانونية، قد يكون قاضي سابق مثلا يمارس أعمال قانونية، أو قد يكون مهندس أو طبيب. يعني هي ما هي مقتصرة عن محاماة، قانون، لا لا لا. محاكم. طبعا الأفضل أن يكون عنده خلفية قانونية وشرعية. أوكي. لأنه هذا حكم ويتعلق بحقوق الناس. طب إيش يضمن إنه هذا الحكم أو هذا المحكم؟ أنا عارف إنه أنت زي ما قلت إنه عنده، يعني أنا دائما ثقتي في القضاء. نعم. يعني أنا أروح أحس إنه أي شيء حيقوله حتى لو كان ضدي إنه أحس إنه ممكن لا أرجع أستأنف أرجع، لكن المحكم أنا ما أعرفه. حتى المحكمين يعني برضو نفس الأهمية. نفس الأهمية. نعم، لا تقل أبدا، لا تقل. وأحكامهم طبعا قوة حكم التحكيم قد يكون أقوى من الحكم القضائي. القضائي لأنه لا يقبل الطعن في الموضوع. شلون يعني؟ موضوع الدعوة والحكم نفسه ما يقبل الطعن فيه. فيه دعوة، دعوة البطلان اللي هي دعوة شكلية. صح. طبعا في اتفاق التحكيم، علشان نأخذ الموضوع في تسلسل، طبعا قبل أي نزاع لابد النص على شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم في العقد. أيوة. هذه أساسية على أساس يروح للتحكيم. أيوة. لأنه القاعدة العامة والولاية للقضاء في أي نزاع. صح. الاستثناء هنا هو التحكيم. فإذا اتفق أطراف العقد على شرط التحكيم هنا لا ولاية للقضاء على نظر هذا النزاع. يعني تروح مميزات القضاء اللي هو مثلا استئناف، الطعن في الحكم ما تكون موجودة. في طعن ولكن من نوع آخر، في دعوى البطلان. أيوة. اللي هي دعوى شكلية. أنا هذا هو اللي أعرف. أيوة. أعرف مميزات التحكيم. مميزات التحكيم طبعا هي يرغبون فيها رجال الأعمال والشركات أكثر. طبعا التحكيم يتميز بالسرعة، إجراءاته سريعة جدا في ظل الضغط الكبير الآن على المحاكم، محاكم الدولة بمختلف درجاتها. أصحاب الشركات أو رجال أعمال يرغبون في التحكيم لأنه سريع ويتسم بالسرية والتكاليف. والبعض قد يقول أنه التحكيم مدفوع والقضاء مجاني في المملكة مثلا. أيوة. كيف يكون أوفر؟ أوفر بالوقت. الشركات قد تخسر مبالغ طائلة إذا استمرت القضية لسنوات في المحاكم، فهنا التحكيم يكون أوفر. طيب هل في مكاتب في السعودية خاصة؟ يعني مثلا احنا نقول عندنا شركتين منفصلتين. نعم. هل في مكاتب للتحكيم معتمدة ان مثلا يلجأ اليها اي متخصص؟ نعم، هو شوف النظام السعودي للتحكيم، طبعا اول نظام صدر عام 1403 كان نظام بسيط وعدد مواده قليلة. صدر النظام الجديد والغى العمل بالنظام القديم، صدر عام 1433، رفع من مستوى التحكيم ومن قوة احكام التحكيم وفصل التحكيم بشكل كامل. المحكمين المعتمدين، هناك مراكز يوجد فيها محكمين معتمدين، في محاكم الاستئناف قائمة بالمحكمين المعتمدين، ولكن النظام لم يشترط سوى ثلاثة شروط للمحكم. الشرط الأول أن يكون كامل الأهلية، أن يكون حسن السيرة والسلوك، والشرط الثالث متعلق برئيس الهيئة التحكيمية أن يكون حاصل على الدرجة الجامعية في القانون أو في العلوم الشرعية. حلو. وزي ما قلت مهندس، أي شخص ممكن يمارس التحكيم. نعم. ويروح ويأخذها كشهادة. عشان نبسط، ومش مشترط شهادة ترى. مو مشترط أبدا. المهم أن يكون دارس وصاحب. نعم. حكمة بحيث يصدر حكم صحيح. طبعا صحيح. أي. هو نفس الحكم الصادر من هيئة التحكيم نفس الحكم الصادر نفس من القضاء. الحكم الشخص اللي له مصلحة أو اللي يكسب القضية مجرد ياخذ النسخة من الحكم ويتوجه لمحكمة الاستئناف
ويضع عليه ختم التنفيذ اللي هو الصيغة التنفيذية. ممكن طلب تفضل. بس عشان أبغى أنا فهمك وكل شيء، بس أبغى كده ندي مثل الحين اليوم أنا وعلي زي ما قال صارت بيننا مشكلة. نعم. مخرجتنا أي. يعني دارسة أو أخذ شهادة التحكيم. ممتاز. هي اللي أقدر أنا لو تنازعت أنا وعلي. نعم. أروح لها وتصدر فيه قرار. أي. هذا النزاع. نعم. وعلى أساسه إحنا نمشي عليه زي. نعم. زي حكم القضاء في المحكمة. أنت تقدري في اتفاقية التحكيم تنصي على اسمها بعد، تقولين في حالة نشوء نزاع يتم تعيين فلانة بنت فلان كمحكم. أوكي. في الدعوة. فهذه توفر هذا المحكم علي الفرد. أوكي. لأن التحكيم لابد يكون عدد فردي، يا أوكي. شخص أو ثلاثة أو خمسة وهكذا عشان يرجح الحكم في البداية لما يتوازن الأصوات. إيه بس ترى في كل شيء في إيجابيات وفي سلبيات. أيه. أنت الحين تكلمتني عن الإيجابيات. نعم. إنه سريع وخسائر وأشياء. ها. كثيرة. هل في أشياء سلبية إنك تلجأ؟ السلبيات قد يكون التكلفة، البعض يراها أنها عالية تكلفة التحكيم، خصوصا لما تكون هيئة كل محكم حيكون له اتفاق مع من عينه للتحكيم. أيه. ورئيس الهيئة التحكيمية برضو أمين السر اللي في اللجنة اللي يكتب الضبط وغيره، هذا برضو يرون أنها التكلفة عالية. ولو أحد الأطراف رفض أن يكون فيه محكم. أها. يلغى العقد؟ لا ما يلغى العقد. في حالة رفض الأطراف النظام نص أنه التوجه للمحكمة المختصة، المتضرر يتوجه للمحكمة المختصة بدعوى طلب تعيين محكم، وخلال 15 يوم راح يعين المحكم من القائمة المعتمدة لدى المحكمة. طيب هل هي دارجة عندنا في المنطقة ولا لا؟ هي ما هي دارجة بشكل كبير، ولكن السنوات الأخيرة وبعد صدور النظام الجديد انتشرت حاليا. طبعا في أوروبا وفي أمريكا من زمان، يعني الشركات الآن شبه المحاكم التجارية ما عندهم عمل الآن، أغلبها كلها للتحال التحكيم. والله أنا بالنسبة لي لأول مرة كنت أعرف وجود هيئة تحكيم ومحكم، واليوم تعرفنا على يعني على حضرتك المحامي والمحكم مشارك العادي. كل الشكر إن شاء الله. إذا نشأ بينكم شيء أحطوا اسمي في العقد. الله إن شاء الله ما يصير بيننا. شكرا. الله يعافيك. شكرا. يعطيكم العافية.